يوم 80 من حرب إسرائيل غير المسبوقة على قطاع غزة، يوم جديد تحت حمم القصف والغارات لساكنة القطاع المحاصر في مختلف مناطقها، مع مجزرة جديدة عنوانها اليوم مخيم المغازي ترفع حصيلة ضحايا العدوان التي تخطت بالأمس 20,400 قتيل. آخر تطورات ما يجري على الأرض نعرضه لكم الآن مع مراسلنا من القطاع عادل الزعنون. عادل، كيف هو الوضع على الأرض في الساعات الأخيرة، وما الذي حدث في مخيم المغازي؟ يعني بعد 48 ساعة من تراجع وتيرة القصف الجوي الإسرائيلي في مناطق القطاع، عاود الطيران الحربي الإسرائيلي لارتكاب ما وصفه الإعلام الحكومي بمجزرة إبادة، وتحديدا باستهداف منازل في وسط مخيم المغازي وسط القطاع لغزة. أوقعت ثلاث غارات جوية أكثر من 100 من الضحايا وأكثر من 150 من المصابين، ولا زالت أعمال انتشال المصابين الناجين من تحت الأنقاض وجثث الضحايا مستمرة بعد مرور أكثر من 12 ساعة على هذه الضربة الجوية العنيفة والدموية والمدمرة. المصابون نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ولا مكان لهم يمكن أن يتسع ولا مجال لإنقاذهم. العديد من المصابين تحولوا إلى ضحايا نتيجة لعدم توفر الخدمة الطبية وعدم وجود غرف عمليات لإجراء العمليات الجراحية. لهم الجيش الإسرائيلي على ما يبدو من هذه الضربات العنيفة عشرات الغارات الجوية يهدف لتهجير المواطنين من مخيمات المنطقة الوسطى، على ما يبدو تمهيدا لعملية برية، والتي كان يظن ويعتقد الناس في منطقة وسط القطاع أنهم بمنأى عن العمليات البرية مثل تلك المستمرة في خان يونس في جنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة وسط أوضاع مزرية مع سقوط عشرات الضحايا وعشرات المصابين. عادل، تحدثت عن ارتفاع حصيلة الضحايا بين المصابين بسبب انهيار المنظومة الصحية، وهذا ربما يقودنا للحديث عن الملف الإنساني لهذه الحرب المتواصلة. يعني كيف ترسم لنا صورة وضع النازحين اليوم، وماذا عن ملف المساعدات؟ على المستوى الوضع الإنساني، في كل ساعة تزداد الأمور صعوبة وتزداد تعقيدا وقسوة. مئات آلاف النازحين الجدد يتوجهون خصوصا إلى رفح في جنوب القطاع، والتي بات عدد سكانها بعدما كانوا قبل الحرب نحو 300,000 باتوا نحو 1,000,000 شخص. لا مكان لهم، لا مأوى، لا طعام ولا شراب، وشاحنات المساعدات التي تدخل لا زالت محدودة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي قبل عدة أيام والذي حث الحكومة الإسرائيلية للسماح بزيادة عدد شاحنات المساعدات إلى القطاع. لا زال عددها من 100 إلى 120، على الرغم أن الأونروا كانت تأمل بأن يتم زيادة هذه المساعدات بدءا من الأحد أي أمس إلى 200 شاحنة، لكن في كل الأحوال لا زالت أعداد هذه الشاحنات محدودة. مع الأسف الخط انقطع عادل قبل أن تكمل حديثك عن المساعدات، لكن الصورة العامة وصلت. نعلم طبعا وضعية الاتصالات في قطاع غزة الآن. نشكرك جزيلا مراسلنا من رفح عادل الزعنون.